السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ موني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفشار بالميه، هنعمله من غير ولا نقطه زيت. وطبعا الفيديو ده منتشر جدا على اليوتيوب دلوقتي، فانا حابه ان انا اجرب التجربه دي معاكم. هنعمل مع بعض كميه من الفشار وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. انا معايا هنا كميه من ذره الفشار، كمية بسيطة. انا عيرت معلقة الطعام دي 5 معالق، يعني ما تكتروش قوي. ومعانا هنا كمان شوية من المية، برضو شوية مش كتير. هنبدأ دلوقتي الطريقة على طول. انا معايا هنا طاسة جرانيت او ممكن طاسة تيفال، او ممكن تستعملوا اي اناء يكون النوع بتاعه ما بلزقش فيه المكونات علشان الفشار ما يتحرقش. انا حطاها تسخن معانا على النار اهي. اول ما الطاسة تبدأ ان هي تسخن معانا بالشكل ده، هنضيف عليها دلوقتي المية. سامعين الصوت؟ لازم الطاسه تكون سخنه. هنسيبها دلوقتي لغايه لما الميه تبدا تسخن معانا وتغلي شويه. دلوقتي بعد ما الميه غلت معانا بالشكل ده، شايفين هي بتغلي معانا اهي، هنضيف عليها دلوقتي ذره الفشار. حاولوا ان انتوا تستعملوا الاناء يكون واسع علشان تعرفوا ان انتوا تقلبوا. هنقلب باستمرار كده على نار هادية يا جماعة، ما تعلوش النار. هنقلب كده باستمرار لغاية لما المية تنشف خالص. بنفضل نقلب كده لغاية لما المية تخلص خالص من الطاسة، ان هي تنشف خالص. واول ما اول واحدة معانا تبدأ ان هي تنفجر او ان هي تفرقع يعني من الفشار، بنغطي على طول ونوطي النار خالص. لازم ان انتوا توضوا النار خالص يا جماعة علشان ما يتحرقش معاكم. المية بدأت ان هي تنشف معانا اهي، خلاص المية بدأت ان هي تنشف خالص. اهم حاجة يا جماعة تقلبوا على نار هادية ومع تقليب مستمر. عيب بس الطريقة دي ان هي بتاخد وقت كتير مع تقليب مستمر بالطريقة دي كده. اول واحدة بدأت ان هي تفشر معانا اهي، شايفينها؟ دلوقتي هنغطي على طول وهنهدي النار وهنسيبها بقى لغاية لما كل الحبات بتاعت الفشار ان هي تنتفخ معانا وتفرقع بالطريقة دي كده. طبعا يا جماعة اهم حاجة ان انتوا تهدوا النار، شايفين؟ هنهدي النار خالص اهو. طبعا بنحرك انا طبعا حطيت غطاء ازاز علشان ان انتوا تشوفوا ازاي دور الفشار بيتحول معانا يبقى فشار بطريقة سهلة جدا. طبعا شكله حلو قوي وكمان صوته عجبني جدا بصراحة. كل شوية كده حاولوا ان انتوا ترفعوه شوية عن النار علشان ما يتحرقش. واهم حاجة ان انتوا تستعملوا الاناء اللي هتعملوا فيه الفشار بالطريقة دي يكون واسع، وما تحطوش كمية كبيرة من دور الفشار. نحاول بس نحركه كده. خلوا النار هادية يا جماعة، ما تعلوش النار عليه علشان ما يتحرقش. شايفين معانا تقريبا خلاص الذرة الفشار كله اتحول بقى معانا فشار. بس نرفعه كده. طبعا انا سعيدة بالفيديو ده جدا، لان ده تاني فيديو اعمله للفشار في الطاسة. انا صاحبة الفيديو اللي حقق اعلى نسبة مشاهدة في الفيديو بتاع الفشار اللي بالسكر في الطاسة، جاب 1,300,000 مشاهدة. اتمنى ان الفيديو ده برضو يعجبكم ويعدي برضو في المشاهدات. خلاص كده ما عادش فيه اي صوت للفشار، تقريبا خلاص كله اتحول معانا بقى، الذرة كله اتحول معانا بقى فشار. هنشيل دلوقتي بقى الغطا، هنشيل دلوقتي الغطا اهو. ويلا بينا بقى نحط الفشار في نفس الغطا اللي احنا كنا عاملين بيه او مغطيين بيه اهو. شايفين معانا الفشار ما شاء الله اهو. انا قصدت ان انا احطه في الغطاء الازاز ده علشان تشوفوا ان مفيش ولا واحدة اتحرقت،
وكمان استعملت برضو طاسة جرانيت بيضة علشان تشوفوا برضو ان هي ما اتحرقتش، وكمان ما فيش ولا واحدة ما شاء الله اهو كله اتحول معانا بأفشار، ما فيش ولا واحدة ما عملتش معانا فشار اهو لآخر واحدة في الطاسة. وده الفشار اللي احنا عملناه مع بعض، عملناه بالمية من غير ولا نقطة زيت. طبعا تجربة كانت جميلة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها. الفشار ده يا جماعة صحي جدا وينفع مع الدايت العادي، وكمان هيكون حلو جدا لاولادنا من غير ما نعمله بزيت، بياخد بس شوية وقت، بس تجربة جميلة جدا. شايفين معانا الفشار الصوت بتاعه، شوفوا معانا جميل جدا اهو، سامعين الصوت بتاعه. طبعا ممكن ان انتوا تحطوا عليه ملح زي ما انتوا عايزين. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا ترفعوا الفيديو باللايك والشير وتعليقاتكم الحلوه، وتشتركوا على القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. وبالف هنا وعافيه.